بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبه للدوره اليوم هذا خويا راه كارثه بما لي هذه الكلمه من معنى. فلا يعقل بان الناس اللي ترسحت عليهم السكينه ديال البساتين وديال الاحياء كاملين كنتفاجئوا اليوم بسته الناس ولا ثمانيه. واش هاد المدينه هذه غتبقى هكايا؟ واش البلوكاز هذا راه شان داخلي ديالهم؟ راه الناس راه كتنتظر، الناس راه كتنتظر، راه خص التدخل العاجل ديال السيد العامل في هاد المشكله. راه مصالح الناس واقفه. واش حنا كنتفاجئوا بان استاد الناس اللي جايين في دوره اللي دوره مهمه؟ راه هاد الشيء هذا راه لا يعقل، لا يعقل، لا يعقل. راه الصراحه هي راه كارثه، راه كارثه عظمى هادي. راه هاد الناس المجلس البلدي راه التزموا مع الساكنه ديال البساتين التزام مكتوب، وجلسنا وبحضور رئيس المنطقه، حضور السلطه، والتزموا، ولكن لا شيء. احنا كننتظروا، وحنا راهنا راهيين، راه رطبنا بما معنى الكلمه بالمعنى. نداء هذا الرئيس المجلس البلدي، التدخل السريع، لان هادشي هذا راه طال، راه دابا راه شنو نقول لك، هادشي هذا راه بزاف.